بعض الناس في منطقة الجنوب إذا دفنوا الميت أوقدوا نارا لمدة أسبوع، وذلك خوفا من سبع يأتي ويأخذ قلب الجنازة، فكيف تنصحون هؤلاء؟ هذا لا أصل له. هل يسأل يقول أن بعض الناس في الجنوب يوقد نارا عند القبر بعد الدفن أسبوعا، يقول يخشى يأتي سبع يحضر القبر فيأخذ من الميت شيئا؟ وهذا ما سمعنا به إلا هذا السؤال، ما سمعنا به عن الجنوب إلا هذا السائل. وعلى كل حال إذا كان وقع هذا فلا يجوز هذا، الواجب عليهم التعميق، يعمقون القبور ويضعون عليها اللبن والحجارة حتى تتوارى عن السباع وغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم قال احفروا واعمقوا، يحفر يعمق ويعمق في القبر حتى يكون بعيد عن تناول السباع والكلاب ونحو ذلك. وإذا كان في أرض صلبة طوى على القبر بالحجارة وربطه بالحجارة، ولا حاجة إلى نار يجلس عند أسبوع يوقدون عليه النار، لا حاجة إلى هذا. وما تفسر في قضية راكة الله يقولون يحصل له هو بعد يقوم للمدعوين، يقول هذا السبع مقضي ما حد يدري عنه. سمعنا سؤال لكن ما له حاجة. النار هي قاعدة توقد الحالة، لا بد عندها موقف، ولا حاجة إلى موقف ولا النار. يحكمون القبر ودفن الميت والحمد لله ولا يجي على الشيء. واذا كانوا يخشون من دفن الميت من دفن السباع يزيدون في احكام القبر، يزيدون في الدفن، يزيدون في الحفر، يزيدون في الحجاره حتى يمنعوا هذا القلق.